إيمان معك لالا ومباشرة على راديو أصوات وبرنامج المرأة والأسرة حديث ومغزل في أيام شهر رمضان. أكيد أيام اللي ماشي بحال باقي الأيام والأسابيع ديال السنة، أيام شهر رمضان المبارك عندها واحد الأجواء مختلفة، وخاصة في الليل. الليل واحد الشهر اللي الليل في رمضان شهر اللي كنبغيو نخصوه للعبادة أكثر، ومن غير العبادة فحتى الوجبات ديالنا عوض ما كتكون بالنهار تيجي رمضان كتولي بالليل. فكنحسوا بأنه النمط ديال الحياة ديالنا كله كيتبدل، الساعات ديال النوم هي كتغير والجودة ديال النوم كتغير. هذا التغيير في النمط اليومي المعتاد والنوم القليل أكيد ما غادي يبان عليه بعض الآثار السلبية على الصحة ديالنا، ممكن يسبب لنا صداع، يكون عندنا تركيز قليل، المزاج ديالنا ما غاديش يكون تليه. ولكن المشكل باش ما نقولوش رمضان هو السبب، واش احنا هو المشكل، واش احنا اللي النوم ديالنا ما كنعرفو شيء ننظموه خلال رمضان، واش فعلا الا كنا غادين بهاد الريتم ديال السهر بلا قياس مع الماكله في اي وقت، هاد الشيء غادي ياثر على الصحه ديالنا وخصوصا على المناعه، وعلى الناس اللي كيقيلوا يتشكاو راسي كيضرني، ما كانش كيضرني برا رمضان ولا دابا كيضرني، كنحس دائما بالعيا، الحريق في العظام ديالي. على عين هادي كلها لالا اسئله، والاسئله ديالك حتى هي ممكن انك تطرحيها علينا وتشاركي معنا تجربتك النوم ورمضان. شنو هي الصعوبات اللي ربما كتقدري تعيشيها؟ 0522 77 24 24، هذا رقمنا المباشر عبر الفيسبوك. احنا معك لالا في بث مباشر راديو اصوات باج اوفيسيال، وضيفتنا اليوم الدكتوره فوزيه القديري، اخصائيه في امراض الانف والاذن والحنجره واضطرابات النوم. دكتوره فوزيه اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. صحيحه الحمد لله، من زمان ما تلاقيناش. الحمد لله كل شيء في امان الله. اللهم لك الحمد. الله يبارك. رمضان مبارك سعيد للجميع، يدخل علينا ان شاء الله بالصحه والعافيه والايمان والتقوى والنظام. والنظام والمهم جدا هو اللي غنهضروا عليه اليوم. انا ما عرفتش غير كيجي رمضان كنسبوا في رمضان حريق الراس، كنسبوا في رمضان قله النعاس، كنسبوا في رمضان العيا. الغكو رمضان بالعكس هو واحد الشهر اللي جا باش يعلمنا النظام، باش يخلينا نعاودوا نجددوا العلاقه مع ذاتنا مع الاجسام ديالنا. غنتكلموا على النوم بعيدا قبل ما نمشيو لرمضان. النوم ككل، اليوم حنا كان اشخاص بالغين شحال محتاجين نعسوا، وكيفاش النعاس ديالنا يكون عنده جوده مزيانه؟ الوغ شنو المحتاجات ديالنا؟ هي تقريبا ما بين 7 سوايع ونص 8 ديال السوايع. نعم. بصفه عامه. اييه. ولكن عارفين بانه كاينين الناس اللي تيتكافوا بخمسه سوايع، الا نعسوا خمسه سوايع تتكفيهم. كتكفيهم. وكاين الناس اللي تيخصهم ينعسوا 9 ساعات 9 ساعات ونص باش عاد يحسوا بالذات ديالهم ارتاحت. اييه. دونك هادو تيتسموا دي بروفيل بيولوجيك. عندهم علاقه مع واحد المكانه بيولوجيك اللي في الدماغ ديالنا، هي اللي تتعطينا ذاك الاوقات ديال فوقاش غادي نعسوا، فوقاش غادي نفيقوا، شحال الذات ديالنا محتاجه بالنوم. من هاد لي ديفيرون بروفيل كاين الناس عاوتاني اللي مولفين ذاتهم ينعسوا شويه معطلين ويفيقوا شويه معطلين، وكاينين عاوتاني على الانفيرس اللي تيبغيو ينعسوا بكري ويفيقوا بكري. سي سكون ابل لي فيسبيرو لي ماتينو. دونك هاد لي بروفيل كلهم كل واحد عنده ديك لا طاي ديالو اللي خاص خاصه به، وخص البنادم جوستومون يكون اليكوت باش يفهمها ويعرفها ويثبتها، باسكو يحترمها. هي اول فريمون لوسون باش بو ريوسير ان سوماي بارفي. يعني خصنا نسمعوا لذاتنا ونعرفوا ديسنا شحال محتاج من ساعه ديال النوم. فعلا وكاين بزاف ديال الناس اللي كيقول لك نعس تقل من 5 سوايع ولكن تيحس براسو مزيان ما عنده حتى شي مشكل. واش هنا غادي نتكلموا على الجوده دكتوره؟ لانه مثلا القاعده العامه كتقول 7 ونص 8 ديال السوايع، وكتختلف على حسب العمر وعلى حسب الحاله المرضيه وعلى حسب الجسم. يعني واش الجوده ديال النوم عندها عندها دور؟ ملي كنقولوا جوده النوم شنو كنعنيو بها؟ الوغ شنو تنعنيو بها؟ تنعنيو بها بانه النوم ديالنا باش نقولوا حنا سواء جوده سواء النوم صحي، تنعنيو بانه عندنا واحد لي سيكل دو سوماي، وهذوك لي سيكل دو سوماي فيهم دي ستاد، لو ستاد دي تيكون النوم خفيف، ستاد فاش تيكون النوم عميق، وستاد فاش تيكون النوم ديال الحلم ديال الوقت ديال سكون ابل لو سوماي بارادوكسال. خص يكون عندنا
عندنا واحد لو بورسنتاج دائما نتحدد. الا مثلا كان النوم غير خفيف طول الليل كامل ما غاديش نحسوا بداك الراحه، باسكو فداك الوقيته ديال ملي تيكون النوم عميق تما فاش دات كل هذه النتا ترتاح، تيوقع ارتفاع الضغط الدموي، الدقه ديال القلب تتنزل، الا كانت شي حاجه مثلا في الدات ديالنا ماشي هي هذيك مختلفه تتقاد هنا تما فاش مثلا تيوقع هذاك الانتاج ديال الهرمونات كاملين، المناعه ديالنا تطلع. دونك هذوك هذه الوقيته، وتيجي الوقيته عاوتاني ديال السومي بارادوكسال اللي تيكون الوقيته ديال الحلم، اللي هذاك تيقاد لنا الدماغ ديالنا كله، الحاله البسيكولوجيه، الحاله الايموسيونيل اللي تنكونوا تنحلموا فيه. وعلاش تنسميوه بارادوكسال؟ باسكو سبحان الله ديك الساعه الدماغ ديالنا تيكون خدام واحد الخدمه اكثر من اللي تيكون خدام خلال النهار، ولكن الدات ديالنا كلها تتكون بحال باراليزي، ما تتحركش نهائيا. يعني الدماغ خدام والدات جامده. جامده علاش؟ باش داك الدماغ ما يعطيش الاوامر، حيت شكون اللي تيعطي الاوامر للذات باش تحرك دماغنا؟ دونك داك ملي تنحلموا داك باسكو سينو ملي مثلا تحلمت راسك تتسبق ولا اونتخان تكوغي تجري فوالا. دونك ربي سبحانه وتعالى جعلنا بين انه تنكونوا داك فريمون ذاتنا جامده تماما ما تتحركش، اي ودماغنا خدام باش يغصي بزاف ديال المسائل. بحال دابا وقعوا شي حاجه شي غيار في النهار، غادي يجي يعطينا ربي واحد المنامه واحد الحلم باش تنبيردو داك الغيار هذاك. بحال شي واحد غوت علينا ما قديناش نجاوبوه، في الليل غادي نحلموا راسنا حنا تنغوتوا عليه وتنجاوبوه، ودونك تنبردوا. دونك تنقولوا تما فاش تنلقاو ليكيليبغ ديالنا بسيكولوجيك ايموسيونيل، تما فاش الذاكره ديالنا تتبدا تمحي وتقادد. حيت دابا خلال النهار شحال من غونسينيومون تنسمعوا تنشوفوا تنحسوا بها اكسيتيرا، ولكن داك الشيء كله واش غنخليوه في الذاكره؟ بزاف عليها. دونك في ديك الوقيته هذيك تبدا يصفي الدماغ، تبدا يصفي هذه بغيتها هذه ما بغيتهاش هذه ما محتاجاش بها هذه ديرها هذه حطها في التيغوا هذه نساها هذه كذا كذا اكسيتيرا. دونك الليل زعما النوم عنده كل ستادي ديالو واحد الرول اللي مهم بزاف، اللي ولا بالذات خص يكون عندنا واحد القدر. بحال مثلا النوم العميق خص يكون عندنا واحد 25% ديال النوم، يعني من ديك الليله ديال النعاس، من الليله ديال النعاس افكتيفمون في كل دوره، باسكو سي دي سيكل، كل سيكل فيه ساعه ونص ديال المكانه. عندنا بحال مثلا القطار غادي يخرج كل ساعه ونص، كل ساعه ونص غادي نديروا ان سيكل ونفيقوا ديال النعاس، ديال النعاس ونفيقوا. يعني كل اسمح لي كل سيكل ولا كل مثلا دائره ولا كل مرحله ديال النعاس كتغرق فيها في النعاس وكتعاود خصك بحال كتقلب ولا كتنوض. اكزاكتومون. والفياق ما تيكونش ولا بدا واحد الفياق كونسيون، لا يمكن يكون هي الدماغ ودات فقط وتتقلب بحال اللي قلتي من الجهه الاخرى وتتعاود تكمل نعاسك ودير ان اوتر سيكل. تيقولوا في خلال الليل تدير واحد 5 سيكل ابوبخي. الوغ في هذاك لو سيكل انا قلت لك كاين النوم الخفيف، النوم العميق، والنوم ديال الحلم. اي خص يكون عندهم ان بورسنتاج ايكيليبري بعضياتهم. خص واحد لابد واحد 25% ديال النوم العميق فاش تتحدات، 25% ديال النوم ديال الحلم وداك الشيء فاش الدماغ كله تيعاود يتقادد والمجاج كلهم تيعاود كلشي كيتخدم تيتخدموا الدواسه كيتجبدوا في الدماغ. كنتخيل الدماغ كيحيد هذا ويحط هذا. اكزاكتومون. والترتيب وتيحلم هاد المسائل باش تيبرد على هادي، وباش داك لي زيموسيون ملي تتفيق في الصباح تتلقى راسك بحال الا عاد كتحس بواحد الراحه. شحال من بنادم مثلا تيكون عنده واحد الهم رافدو تيعيط هادي وهادي وهادي، هما تيقولوا الفرونسي لا نوي بورت كونساي، ما في الحقيقه راه هذاك النوم هو اللي تيقد لك داك المسائل وما تيخليكش بداك ليموسيون اللي هي غلابه عليك وداك الشيء. دونك تتنعس تتنسى داك الشيء كامل وتتعاود تفيق نهار اخر جديد وطاقه جديده وكل شيء جديد، وهادشي كله عنده علاقه مع النوم. ولكن كاينه حاجه واحده اخرى، هادشي انا قلنا هاد لو بورسنتاج اللي امبورطون، ما كاينه حاجه واحده اخرى باسكو كاينين امراض اللي تيكون عندهم علاقه مع النوم ديريكتوم، علاقه بحال الشخير. انسان الا كان شخير عادي غادي يصدع هذاك اللي حدا ما غاديش يخليه ينعس، ولكن هو ما غاديش ياثر فيه. الا كان هذاك الشخير غادي يتطور لواحد توقف التنفس سكون ابيل لابني دو سومي، تما
تيرجع اضطراب النوم وتيولي داك الساعه النعس غير صحي. علاش؟ حيت كل نوبه اللي غادي يشخر ويتوقف الشخر ديالو داك تيوقف صعيبه. الو هذيك صعيبه باسكو الدماغ ما تيوصلوش الاكسجين ديك الساعات تيفيق الذات تيقول لها نوض راه صافي ما بحال الا تتموت بحال الا ما بقالكش وصل الاكسجين والذات تعاود. دونك هاد الحاله هادي وحالات اخرين ماشي غير هادي لو سيندروم دي جامب سان روبو كاينين بزاف ديال الامراض اللي هكا كتاثر على النوم ما عندهم علاقه مع النوم ديريكتومون تتاثر على داك لي ستاد ما تتخليكش توصل داك لو ستاد دو سومي بروفون داك لو ستاد بنادم تيكون الليل كله هو فوق هو نعس هو فوق هو ما بين نعس وما بين فياق وتيفيق مريض دونك ملي تينوض تيقول لك انا راه نعست 9 ساعات ولكن داك 9 ساعات ما كفاونيش وما شبعش النعاس وما شبعش النعاس وتتقلق هو غادي هو راه تينعس ويغمض داك لا سومنولونس اللي تجيها او كورون لا جورني تما فاش تنعرفوا بين انه راه هو داك كاين مشكل ديال اضطرابات بالليل يكون نعس ما غير صحي غير صحي وما فيش جوده مزيانه. طيب جميل هذا الشرح ديالك دكتوره. غادي نرجعوا دابا لرمضان. رمضان الحياه كلها كتبدل، ساعه النوم ديال الخط تختلف، الماكله ديالنا كان ما كنبقاوش ناكلو بالنهار كناكلو بالليل، كاين اللي مثلا اللي كان ما كيقدرش ينعس. ملي كيجي رمضان كنبداو نتشكاو، ما قديتش نفيق الصباح، حقا راسي كيضرني انا فيا العيا، فين كاين هنايا الخلل؟ واش في التغذيه مع رمضان اولا فينا حنايا ما كنعرفوش ننظموا الوقت ديالنا اولا ديك نعس وفيق حتى هي شويه كتعي الجسم وكتعي الدماغ ما كتخليش يدخل في هذه المراحل ديال النوم اللي تكلمتي عليها دكتوره. الو في الحقيقه هادشي ديال رمضان هادشي غير هاد السنوات الاخيره ما كانش زمان انا المهم تنعقل على راسي ملي تيجي وقت النعاس راه كلشي تينعس ملي تيجي واخا تيجي الوقت الفجر باش التليفونات لا 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 بزاف ديال المسائل بزاف ديال المسائل اي زعما جو بونس كو افيكتيفمون زعما لا سوسيتي الفي دي شوز كي سون توتالمون ديفيرونت بحال اللي قلتي هاوما دو ها التلفزيون هاوما دو الافلام هاوما دو المسلسلات ها الخروج ما كانوش الحوانت تيحلوا بالليل دابا رمضان لي 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 كلشي حال حتى جوج ثلاثة الصباح كلشي حال بحال مثلا الناس عاد تجيهم راه نمشيو نشوفوا احبابنا راه نمشيو نقصروا مع صحابنا راه هادي من غير بيان سور الناس اللي تخصها تبقى تكمل مثلا العبادات ديالها وفي الصلاه وهذا الشيء هذا دونك هنايا هذا الشيء كله هذا خلال اللي هو ما كانش من زمان واللي خربق البرنامج ديال رمضان كله ودعنا في الاساس ديال شنو هو رمضان في الحقيقه فعلا وشنو هو الافاده ديال رمضان دعتنا ما بقيناش فاهمينها ولينا ما كنتخبطوا في العيا فوالا هذا هو كيحس براسه عيان يا ربي تسمح لينا فعلا حتى العبادات ديالنا شي مرات ما كديرهاش بواحد التخشع اللي هو مطلوب لانه الانسان كيصليو فيه النعاس او ولا باغي غير يحط راسه. غنرجعوا نتكلموا اكثر دكتوره وغنفتحوا المجال ليكم باش تواصلوا معنا وطرحوا الاسئله ديالكم الا عندكم مشاكل ديال النوم وتضربات النوم ومرتبطه برمضان وهادشي كتحسوا بانه كياثر على الصحه ديالكم وربما حتى خارج رمضان. مرحبا بك لاله باش تواصلي معنا ومع ضيفتنا الدكتوره فوزيه القدري الاخصائيه في الاذن والحنجره وايضا اضطرابات النوم من بعد الفاصل. دابا النوم ورمضان كيفاش اليوم النوم ديالنا يكون بجودة جيدة أو يكون نوم صحي؟ فمرحبا بكم باش تواصلوا معنا. اليوم بزاف ديال الناس اللي كيتشكاو وكنربطوا بأنه هاد الاضطرابات ديال النوم أو المشاكل ديال النوم أو لا ما كنشبعش نعس مزيان برمضان وحتى كيجي رمضان ألوغ كو رمضان هو شهر اللي فيه خصنا نتعلموا النظام على جميع المستويات، على التغذية ديالنا، على النوم ديالنا، وعلى نمط الحياة ككل. مازال معنا في الاستوديو هاد الصبيحة وفي هذه الفقره دكتوره فوزيه القدري الاخصائيه في امراض الانف والاذن والحنجره واضطرابات النوم. مرحبا بكم حتى انتم باش تواصلوا مع دكتوره فوزيه القدري وطرحوا كل الاسئله ديالكم الا انتم من الناس اللي كتعانيوا من مشاكل في النوم واضطرابات النوم وقدم ما نعستي على لا كتحسي براسك دائما فيك العيا وفيك القلق وغير معصبه وعلى السبه والحريق في العظام والحريق في الذات كلها. فمرحبا بكم باش تواصلوا طرحوا الاسئله ديالكم على 05 22 77 أربعة
24 24. غادي نفتحوا لكم ايضا المجال، راه مفتوح مني بدينا هذه الفقره ديال الصحه اللي هو بث مباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو اصوات باج اوفيسيال. مرحبا بك للا، مرحبا بكل الاسئله ديالكم للتواصل معنا. وهدفنا اليوم هو فعلا نقدروا نعودوا الجسد والجسم ديالنا ونسمعوا لذاتنا كيف ما قالت لنا الدكتوره فوزي القادري، لانه كل جسم والمتطلبات ديالو في النعاس، كاين اللي غيبغي ينعس 5 السوايع، كاين اللي غيبغي ينعس 9 ديال السوايع، اما المعدل الطبي والصحي فهو تيقول ما بين 7 ديال السوايع ونص حتى 8 ديال السوايع. غادي ناخذوا نوره من اسفي من بعد هند من تطوان. نوره السلام عليكم. لا 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 ميا، اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ لاباس، عواشر مبروكه بالصحه والسلامه بنيتي. الله يبارك فيك لا نوره، غير الله يكثر خيرك. الراديو اللي حداك واش تقدري تطفيه؟ لا واخا نوره. لا طفيته طفيته. يلا تفضلي، شنو سؤالك؟ نسول الدكتوره بنيتي، عندي واحد الودن كتصفر ليا ما كتخلينيش نعس نهائيا. اييه ما كتخليكش تنعسي؟ الا نعست بنيتي كنعس ديك شويه صافي يطير عليا النعاس، زعما من مور الفجر ولهنا ما نعشت نهائيا. دابا هادشي كيجي كره الفجر؟ لا كيجيني في الاول الليل وفي ثاني الليل ما كنعش. الا نعس قلت لك كنعس ديك الساعه ولا ساعتين صافي وكيطير عليا النعاس. واش نوره غير ودن وحده ولا الودنين بجوج؟ لا غير ملي كنحط راسي على المخده كنسمع بحال شي كوكوت كتصفر ليا في ودني، ما عرفتش. ودن تتصفر لك غير في ودن وحده ولا تتصفر لك في الودنين بجوج؟ لا غير ودن وحيده بنيتي، ودن وحده. انا كنسمع داك التصفر هكاك في ودني ما عرفتش منين. وهذيك الودينه عندك نقص فيها السمع ولا عندك السمع ديالها طبيعي؟ لا سمع مزيان، كنسمع تيليفيزيون، كنسمع اللي عيط ليا، كنسمع كل شيء. ما تداوي عليها حتى شي حاجه ديال مرض التونسيون ولا القلب ولا شي حاجه اللي مثلا ولا السكر ولا؟ نورا الو، واش كداوي على شي مرض مزمن بحال مثلا القلب ولا الطونسيون ولا السكر؟ لا عنديش، لا ما عندي لا سكر. كان عندي السكر ملي هبط لي الخزان حيد لي الطبيب الفني ديال السكر، وليت غير دايره غير الريجيم ديالي وصافي. واش عندك الوزن شويه زايد ولا عندك الوزن عادي؟ الوزن طايح بزاف كاع. الوغ في هذه الحاله نورا، هو اللي مهم هو الواحد يشوف طبيب ديال الاذن، تيدير تحاليل، تيدير ميزان ديال السمع، تيشوف واش حقيقه الاذن الداخلانيه مقيوسه ما مقيوساش، واش كاين شي خلل فيها. بعد نوبه تنحتاجوا نديروا حتى شي راديوات كثر من هذا الشيء هذا، باش زعما ما تيبقاش بنادم داخل له الشك. كانت تقول لي الودنين بجوج غادي نقول لك يمكن تكون شي حاله ديال الطونسيون تتبدا تطلع لك بعد النوبات ولا شي قلق ولا شي. اما دابا ملي تكون غير ودينه وحده خصنا نبحثوا ونعرفوا داك الودينه شنو هو المشكل ديالها. دونك ضروري خصها تمشي عند الطبيب. طيب احسن الله يجيب الشفاء نورا. غادي ناخذوا هند من تطوان. السلام عليكم هند. السلام عليكم، اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ لا الحمد لله مزيان اختي بخير. مرحبا بك، تفضلي هند. شكرا. تحيه للدكتوره اللي معك بعدا. اهلا اهلا. بخير. بغيت نقول لك على القضيه ديال النوم. انا ما عرفتش واش عندك الفرق بكري ولا سحر، كيجيني الارهاق بزاف حتى من الماكله ما كنقدرش ناكل. ما كتقدريش تاكلي وقتاش يعني فوقيتي الفطور؟ في الفطور حتى الفطور مره ما اذا شربت نشرب شي كنت الموطا في ما كنقدرش ناكل. هي والنعاس ديالك كي دايره هند؟ النعاس حسب انا ما حصلت الخدمه كنمشي من 5:30 كنخرج من الدار، يعني ستة كنبدا الخدمه، واخا ملي كنطلع ما عرفتش واش ديك كيف كننعس، كنعس في النهار هو اللي كيعمل لي هيطه اولا ما عرفتش علاش. كتنعسي بزاف وسط النهار هند؟ نعم. شحال كتنعسي ديال الوقت وسط النهار؟ وسط النهار مثلا هيدا نقدر نعس حتى 3 ساعات هكا كنوض شويه مرونه ما كنفطنش براسي. الوغ هند هو النعاس ديال الليل ماشي النعاس ديال النهار، دونك حتى الا ولو بغيتي مثلا فقتي بكري حيت عندك الخدمه وهذا الشيء مفهوم، حيت كاين الناس بزاف اللي تينوضوا بكري باش يخدموا. عندنا واحد الوقيته ديال النعاس ديالنا هي ما بين الوحده والثلاثه ديال ما بين الوحده النهار والثلاثه. الوغ ما بين الوحده والثلاثه هي يمكن لك تنعس ولكن ما تفوتش واحد ثلث ساعه ديال النعاس، هذيك ثلث ساعه غادي تلقى فيها الكافي باش ترجع ترد لك
داك الطاقة ديالك وترد لك داك النعاس ديال الفيق بكري. دونك أما إلا نعستي حتى تدخلتي للدار وتكلم العصار ولا واحد لا غادي تخربق النظام ديال الأكل ديالك وتخربق النظام ديال النعاس ديالك وتخربق النظام البيولوجي ديالك كله في الذات ديالك غادي تخربق. دونك حنايا تنأكدوا بزاف على هذا النظام في هذا الوقت في هذا الشهر هذا أنه الإنسان إلا كان تلزم مثلا إلا كان عايش عادي يخلي ذاك الأوقات ديالو العادية هي النعاس ما ينعش في وسط النهار باسكو غادي يهرس له النعاس ديال الليل وحتى إلا نعس محيت فاق بكري ما يفوتش واحد ثلث ساعة ديال النعاس ما يفوتهاش هذه لاسيست لاسيست ما يفوتوش فيها 20 دقيقة 20 مينوت وهذيك 20 مينوت راه فيها واحد البركة اللي ما تصورش في العقل كيفاش تجيب تتعطي للذات داك الطاقة اللي كانت محتاجة بها. نعم دابا هند غتجيها صعوبة وهذه مسألة الناس اللي تيفيقوا بكري وموالفين كيديروا لاسيست فيها ثلاثة ديال السوايع راه بزاف راه بزاف كاع فيها ثلاثة ديال السوايع أولا أكثر أولا ربما حتى أقل كتجيهم صعيبة أنهم يعاودوا يرجعوا داك النظام أنه غادي نفيق بكري وما غاديش نعس وسط النهار وغنبقى مكابرة حتى الليل. أنا سنقول كل شيء مشكل ديال الإرادة إذا كان بالنظام غير ما اضطر باش يلقى واحد زعما النظام في الحياة ديالو تيركز داك النظام وتيمشي معاه سيتو وتيشوف راسو بين أنه دار لاباس وتيحسب راسو مزيان والشهية ديالو تحلت والنعس ديالو تقاد وداك الشيء كامل راه تيفرح ولبدا تيفرح يعني خصنا غير الإرادة باش نديرو هذا النظام المهم. طيب شكرا لك هند. غادي ناخذ السؤال ديال فاطمة معنا من الدار البيضاء من بعد عائشة من ميدل تو خديجه من مكناس. فاطمه السلام عليكم. وي صباح الخير عليكم. اش اخبارك فاطمه؟ كيف صبحت ولاباس عليكم؟ الله يبارك فيك. مرحبا تفضلي. ربي يخليك. الله يخليك. عندي سؤال للدكتوره. عندي انايا مشكل ملي كنكون ناسه ملي كنوض كنحس بودني بجوج كيصوتوا بحال كيديروا البرد والنعاس عندي مقطع وملي كنبغي بحال كنفكر شي حاجه كتمشي لي يعني السميات ديالكم كلهم حافظاهم ولكن باش نقولها دابا كيمشي لي التسكير ديالي ديال ديك البلاصه اللي خصني نجبد منها السميه وعندي الغده الدرقيه عندي فيها ولسيسه ولكن الطبيب ما خرج لي حتى شي دواء قال لي غير راقبيها وعندي طونسيون واش غادي يكون المشكل من هذا؟ واش فاطمه واش عندك الوزن طالع ولا هابط؟ الوزن ديالك الوزن ديالي عندي شويه عامره ياك وفي الليل تيقولوا لك واش تتشخر ما تتشخرش شنو تيقولوا لك؟ خوش غير انايا ملي كنعس ما نكذبش عليك كنعس حتى نعيا ومني كنوض بحال كانني يلاه غادي نبدا نعس ومني كنوض كنوض مهلوكه بحال واكله طحنه ديال العصا فوالا. الوغ فاطمه شتي في هذه الحاله هذه واش تسمعنا فاطمه؟ كتسمعنا فاطمه وي. الوغ شتي في هذه الحالات هذه سي كو تيكونوا اضطرابات النوم عندهم علاقه مع النوم ديريكتومون تيكون واما الشخير واما التوقف وهادشي هاد الحالات تنشوفوهم ملي تيكون الناس عندهم واحد الوزن كثير وتنشوفوهم ملي تيكون الناس عندهم الطونسيون هادشي كله اللي دويتي عليه انت يمكن يكون عنده علاقه مع الشخير والتوقف ديال التنفس وهي ما كتشخر شو قالت لك فاطمه؟ لا ما قالت لك ما عرفتش قالت لك هي ملي تتنوض تتنوض بحال الا ما شبعجناش نعاس بحال الا مدقدقه دونك صافي دير كون النعاس ديالها ماشي صحي ماشي هو دونك صافي دير لا بروميير دي شوز كونت يليا ان سور بوا ملي تيكون الوزن شويه زايد دائما تيكون بنادم في الشخير ودائما تيبدا يوقع بالتوقف ملي تتزيد عليه التونسيون سكو سور راه تيتوقف بالليل لاجل هذا فاطمه انا تنظن بانه خصك دير فين الدار البيضاء قالت لك هي في الدار البيضاء دونك كاينين مع صحة فاطمه اللي تيمكن لهم يديروا لك التخطيط ديال النوم بالليل وتيبان لهم شنو هما الامراض اللي عندك واش عندك شخير واش عندك توقف ديال التنفس واش عندك امراض اخرين اللي هما تيتبعوا لك في هذا الشيء هذا ملي تتلقى الدواء ديالو صافي تيرجع النعاس ديالك طبيعي بعد نوبه حتى داك الطونسيون تتولي تترجع تتبدا تقد بعد نوبات حتى الوزن تيبدا يتقد الى عالجنا بيان سور اي دونك هادشي كله اللي تتعاني به راه حيت النوم ديالك فيه خلال وفيه اضطراب دونك خصك تبحث عليه ودير تخطيط ديال النوم بالليل وتعرف شنو هما المشاكل اللي عندك فيهم. طيب غادي ناخذ خديجه معنا من مكناس. اهلا وسهلا بك خديجه.
هالو صباح النور. صباح الورد، اش اخبارك؟ هالو خديجه، حنا كنسمعوك، انت اللي ما كتسمعيناش لانه الراديو اللي حداك خاصك تطفيه الا جات على خاطرك. يا خديجه، خديجه علينا وعليك، بالصحه والسلامه، تفضلي. ربي يخليك حبيب. حبيبه عندي ودنيات بحال تقالين عليا، ما كنسمعش مزيان، وكنهضر بالغوات. كتهضري بالغوات؟ شحال في عمرك خديجه؟ عندي 66 عام. الوغ شتي لاله خديجه، نعم، من تيوصل بنادم من واحد 55 عام 60 عام، شتي الودينات بحال العوينات، حتى هما تيبداو ينقصوا. ياك دابا العوينات فيهم نظاظر. ايوا هذاك حتى الودينات هما هذوك هما، ديك العروقه ديالهم تيبداو ينقصوا شويه، وتيبداو حتى هما يقلالوا. دونك اللي حنايا شنو هو كاختصاصيين ديال الاذن، تنقول له خاصك دير واحد الميزان ديال السمع باش تشوف شنو شحال عندك ديال السمع ضاع لك من ودنيك، وغير تعرف شنو هو تدير داك لي بروتيز في ودنيك تتولي تسمع بهم، ومهمين حيت هما اللي غادي يسمحوا لك باش تعاود ترجع بواحد الحيويه ديالك، واحد النشاط، وتبدا تتكلم مع الناس، ولا كانوا الناس مجموعين تعرفهم اش تيقولوا، تعرف تجاوبهم. هذاك مهم بزاف، حيت الا خليتي هاد الحاله هادي تيمكن بنادم يوصل حتى للاكتئاب الا ما كانش ما تيسمعش، وهو مخلي داك الحاله ديالو ما عنده وثق فيها. دونك ولا بد خصك تعالج خديجه ان شاء الله باذن الله. يعني خصها تمشي عند طبيب. الصوت دابا تهضر كيلاحظوني الناس كنهضر بالغوات. وي حيت ما تتسمعش، ما تتسمعش. دونك تتبدا ترفع الصوت. كنهضر عاديه، كنهضر بالغوات. المهم هادشي ديال الودن هادشي راه طبيعي. انا قلت لك مني مع العمر، مع العمر طبيعي بحال العوينات تماما، هادوك تينقصوا الودينات تينقصوا. الله يكبرنا في طاقتنا. هو دابا اللي خصك يا خديجه هو تمشي عند الطبيب ديال الاختصاصي ديال الاذن، ويشوف ليها يعبر ليها السمع ديالها ويعطيها شنو من نوع ديال لي زاباغي دير في الودنين ديالها باش ترجع للمعتاد ديالها العادي. طيب شكرا لك. غادي دير النظاظر. طيب خديجه شكرا، الله يجيب الشفاء. انا نرجع معك دكتور ونتكلموا يعني على النوم اللي ما كيكونش صحي، كيفاش ممكن ياثر لنا على المناعه ديال الانسان، يعني من غير القلق والتوتر والعصبيه اللي كنسبوها في النعاس، يعني المزاج ديالنا كيكون ما زوينش الا ما نعسناش مزيان، ولا كان يومين ولا ثلاث ايام تابع ما نعستيش. والمناعه ايضا. هي المناعه راه هي ديك عندها علاقه مع جميع الخلايا اولا، وثانيا مع اللي قلنا هذوك الهرمونات تينشفوا في الليل وحنا ناعسين، هما اللي تيوازنوا الذات ديالنا. دونك ملي تيوقع ان ديزيكيليبر في الذات ديالنا بيان سور المناعه ديك الساعه تتنقص. دونك حنايا بالنسبه لنا، وهذا الشيء دابا زعما باين علميا، انه حتى تيقول لك سرطان يمكن له يجي اذا كان الانسان ما تينعسش النعاس ديالو كافي، واذا كان زعما مقصر في ذاك النعاس ديالو، ما تينعسوش مزيان، ولا قلب نعاسو، ولا عنده شي اضطرابات النوم ولا شي حاجه. دونك وهذيك سرطان شنو هو اذا ما كانش المناعه اللي تتنزل. دونك هاد الشيء ديال النوم كله زعما عاد بدا تيتحقق لنا في الدراسات، وعاد فهمنا شنو هو زعما الافاده ديال النوم، شنو هو الحقيقه ديال النوم، شنو هو كانوا تيقولوا بحال الموت، بحال الا زعما نعستي ولا ما نعشتيش، راه هو داك بحال هو ابدا، هو حاله فيزيولوجيه اللي هي تترد لنا الذات ديالنا، بحال الا عاد من جديد زعما بالطاقه ديالها، بالقوه ديالها، بالصحه ديالها، زعما فريمون الا نعستي ليله مزيانه داتك كلها تتقدد باش لا غدا تتعاود تلقى داك نفس الجهد ونفس الطاقه. نعم، والله سبحانه وتعالى راه قال لنا هادشي، راه اللي الله جعله سبات، يعني النوم والنهار للعمل. فملي تيكون عندنا النوم مقلوب كنبداو نحسوا بحال هاد الاضطرابات، مثلا خصوصا حتى السيدات اللي مولفه كدير واحد لاسيست طويله في العشيه، يعني كتنعس ساعتين ثلاثه ديال السوايع، كان الواحد كينوض خاسر من هذيك النعسه ديال العشيه بواحد الشكل كبير جدا، فبالتالي حتى بالليل ما تيجيناش النعاس. فملي كيجيناش النعاس شنو كيبقى يبان لنا؟ غادي نديروا التلفازه قدامنا، اولا البورتابل، اولا كنوضوا ناكلوا. هذه الماكله حتى هي تؤثر، يعني التخمه والماكله الغير صحيه والنظام اللي كيتغير كيأثر لنا على جوده النوم. دكتوره بيان سور، بيان سور كاين واحد العلاقه كبيره ما بين الاكل والنوم. هي ماشي
ماكله في الحقيقه ولكن في الهضم، حيت الهضم تاخذ لنا واحد الطاقه كبيره وتاخذ واحد الطاقه وتاخذ واحد وتيطلع لنا الحراره ديال الذات. هذيك الحراره ضد النوم باسكو باش ننعسوا تخص بزاف ديال لي كونديسيون. الاولانيه هي واحد الهرمون ديال الميلاتونين اللي تخصها تنتج تكون نتجت في الصباح مع الضوء مع الشمس مع داكشي، ولكن ما تدوز للذات ديالنا حتى تنكونوا في الظلم. اذا هذه الاولانيه الا ما كانش الميلاتونين هذا الهرمون ديال النوم بحال الا شي حاجه ما كاينه. وهذا الهرمون هذا ما تيمكن له يدوز في ذاتنا ويجيب لنا ذاك النعاس غير الا كنا في الظلم. دونك الا شتقتي تليفون ولا تلفزيون ولا شي خليتي الضو مشعول ولا شي حاجه، ديك الهرمون ما تجيش بصفه جيده. الثانيه من حاجه خصنا الكورتيزول ديالنا اللي هو الهرمون ديال النشاط اللي تنقيلوا به في النهار تيخصو ينزل. دونك واحد وهذا الهرمون هذا حتى هو ديال تيسموه ديال ستريس. الكورتيزول حتى هو ديال ستريس. دونك خصنا في خلال النهار نحاولوا على راسنا باش ما نتقلقوش بزاف، باش ما زعما ما نفورسيوش بزاف على راسنا، باش يبقى داك لو طو ديال الكورتيزول ملي تيقرب الليل تيمكن له يهبط. باسكو اذا ما نزلش راه ما بغاتش ينعسو. دونك مثلا الا كانت شي ديسكوسيون ولا كانت شي حاجه اللي خصنا نكونوا فيها حاضرين ماشي بالليل، ما نديروهاش قبل ما ننعسو. لا ماشي بالليل، هذيك نخليو داك لي غراند ديسكوسيون وداك نخليوهم داك الشيء النهار ماشي بالليل. دونك هذه. والثالثه من حاجه انه هو خص لا تمبيراتور ديال الذات ديالنا تنزل شويه. تتنزل خصها تبرد شويه باش يمكننا ندخلوا في داك النوم. الا كلينا بزاف تيوقع داك الهضم وداك الهضم تيطلع لنا لا تمبيراتور وتيبقى داك النعس ما تيجيش. ويلا جا ونعسنا تيجي فريمون غير صحي، ما تيكونش واحد النعس صحي نهائي، كتحس براسك نعس ومخربق. دونك حنا في هذا رمضان هذا غير باش نفوزوا بهذا الشهر المبارك اللي هو ربي سبحانه وتعالى داروا لنا، باش نجددوا الطاقه ديالنا، نجددوا الايمان ديالنا، نجددوا الصحه ديالنا. خصنا نفهموا بانه الاكل خصو يكون قليل، ما خصناش ندخلوا في الاكل الكثير، يكون قليل. خصنا يكون عندنا جوج وجبات في رمضان. المغرب غادي نفرقوا الصوم بداك الشيء اللي كتب الله، وما ناكلوش بزاف ديال المسائل الحلوه، وما ناكلوش بزاف ديال المسائل اللي هي فيها الادام وثقيله وداك الشيء كامل. والوجبات ديال السحور الا كان بنادم تيقد، الا ما كانش تيقد يتسحر ديك الساعه تيمكن له فوس مع التراويح ولا شي حاجه عاود ياكل شي حاجه خفيفه. الا نقولوا في المثل ما تيمكنلوش يقد يتسحر، ولكن كل اي واحد تغلق في الماكله وكثر في الماكله في رمضان اولا ما بقاش رمضان، ما بقاش الافاده ديال الصيام. حيت دابا الصيام راه عرفتي رجعت طبي. دابا اي بلاد مشيتي لها وخرجتي لها عندهم جناح في السبيطارات ديالهم خاصه بالصيام، وعارفين بانه الصيام زعما كله حالات ديالو كلها زعما افاده للذات. ولكن على الا كان الانسان ما غاديش ياكل ما غادي يكثرش في الماكله. دونك وحنا هنايا حتى الله سبحانه وتعالى تيقول لك ما تصرفوش في الماكله، ما تصرفوش فيها. تيقول لنا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا ثلث ديال الاكل وثلث ديال الماء وثلث خليها للتنفس. هنايا عاملين داك الطبله ديال المائده ديال المغرب بحال الا زعما حنا ما عمرنا ما كلينا عمرنا ما غناكلو فيها حاجه طايره ولا واقعه ولا ما عرفت شنو هو غادي تقطع الماكله ولا شنو. راه صايميه، ولكن اذا بغيتي تخرج بالافاده ديال الصيام راه خص الاكل يكون يتقللو اكثر من النسبه العاديه. فعلا شتي الا ما خرج الانسان من رمضان هو نقص من الوزن ديالو، الا ما خرج هو حاس براسو صحي، والا ما خرج من رمضان هو حاس براسو الطاقه ديالو تجددت، الا ما خرج هو حاس براسو بالايمان ديالو جدد، راه رمضان كله راه هو داك. دونك النعاس عنده علاقه مع هذا الشيء كامل، عنده علاقه مع الاكل. خصنا نحاولوا باش ناكلوا قليل باش يمكن النعاس ديالنا يكون صحي. نعم، فاذا الخلاصه قبل ما ننعسوا باش نعاسنا يكون صحي وخصوصا في رمضان، نقللوا من الماكله، ما ناكلوش المسائل اللي هي ثقيله وتكون صحيه. الهضره والخصام والتجمع وداك الشيء اللي غيطلب منا بزاف ديال الطاقه، وقال لي وقلت له ما نعرفش شنو داك الشيء ديال كنعرفوا حنا هضرتنا نحيدوه قبل النوم ماشي بلاصتو الليل. التليفون والاشعه والضوء التليفون تا هو خطير جدا. اننا شحال ديال الوقت قبل ما ننعس ما خصناش نهزوا التليفون؟ واحد الساعه ديما قلنا مينيموم على الاقل.
وسمعتوا على الاقل ساعه نحطوا داك التليفون ديالنا. جميل اننا قبل ما نعسوا نقراو القران كيعطي واحد الراحه رهيبه عجيبه. الانسان كيدخل كتحس براسك دخلتي في المود ديال النعاس وديال الراحه النفسيه. نشربوا الماء. القله ديال الماء تؤثر على النوم دكتوره؟ لا تاثر على الذات ديالنا. اي حاجه اثرت على ذاتنا غادي تاثر لنا على النوم ديالنا. دونك واحد ان ليتر ان ليتر دمي دو ليتر بار جور فما بين المغرب وما بين السحور هذيك مهم باش الواحد فريمون يشرب. سي تري امبورطون. شكرا لك دكتوره فوزيه القديري، تحيه الكبيره. ان شاء الله نتلاقاو معك قريبا. كنتمنوا نكونوا عطينا بعض الرسائل اللي مهمه جدا لجوده النوم اثناء رمضان او خارج رمضان. ان شاء الله احنا مازال نرجعوا لهذا الموضوع باضطرابات النوم المتعدده خارج رمضان.